صليت على النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، واليوم يا أخوان الكرام، من فترة توفي شخص مسمينه طبيب الفقراء، تتذكروه؟ تمام. سبحان الله، في أطباء رحمة للعالمين، مو مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم صدى رحمة النبي. في مهندسين رحمة للعالمين، في ميكانيكية رحمة للعالمين، مجال الرحمة موجود بكل واحد. اليوم أنت اليوم تدخل إلى بيتك، زوجتك متعبة، أنت تطالبها بأشياء، طيب هي متعبة، والقرآن بيقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الزوجة في هذه الأوضاع القاسية التي تمر على بلادنا ولتمر على العباد، يا أخي الزوج كان كنت تعيشين معه في رغد من العيش، صح؟ اليوم ضاقت الدنيا على الناس جميعا، وين الرحمة؟ يؤسفني أحيانا، يؤسفني كثير في الأزمة، يأتي بعض الأخوة يقول لك والله أنا قبل الأزمة عشت 10 سنوات أنا وزوجتي، كنا نعيش في سعادة وهناء، ضاقت الدنيا، قل الراتب، غليت الأسعار، ما عاد زوجتي طاقة العيش معي. وين الرحمة؟ وين تقدير المشاعر؟ وين تقدير الظروف؟ وين الصلاة التي كنا نصليها؟ أين العبادة التي كنا نعبدها أن لم تنعكس على أفعالنا وعلى سلوكنا وعلى كل شرائح المجتمع؟ أنا أقول لكم، أنا لا أخفيكم، أرحم الأمم اليوم على الإطلاق أمة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. وسابقا قالوا ما عرف التاريخ أرحم من العرب، ويقصدون بالعرب مين؟ ليش وين الفتوحات تبع العرب؟ ما في فتوحات إلا بعد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أي ما عرف التاريخ أرحم من المسلمين، مع قسوتنا ما زلنا أرحم الأمم. يعني اليوم بتروح على أوروبا، في أخ كريم شو قال لي مرة، قال لي زارني شخص من أوروبا قبل الأزمة، قال فذهبت فيه إلى أفضل مطاعم دمشق، أفضل أماكن الحلويات في دمشق، أفضل أماكن البوظة بدمشق. فقال له إيه، أنا أشكرك على هذه الضيافة، غدا صاحب العلاقة نفسه حدثني، بس تأتينا إن شاء الله إلى أوروبا، أظن إلى ألمانيا أيضا سأأخذك إلى أفضل المطاعم. قال لما وصلت على ألمانيا، زرت ألمانيا، قال طلعت أنا وياه بالميكرو أو بالباص، قال دفع عني ودفع عن حاله. لا ما شلون متربين أنتو، لكن إحنا عندنا الفقير بيطلع بيدفع الباص كله، ناس عنده شهامة، ما بدنا نجلد دائما ذاتنا، نحن أكثر الناس بعد، صح نحن مو عباقرة مثلهم بالكمبيوترات وبالإلكترون، لكن الغرب بده 7 مليارات سنة لا يتعلم كرم ورحمة الفقراء الموجودين عندنا. قال طلعت بالباص، دفع عن حاله ودفعت عن حالي، هاي بيسموها أمريكية يهودية حتى بيسموها، تمام. قال فتت على المطعم، قلت خلص هلا بالمطعم، قال لي طلب 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 طلب، بس خلصنا، قال لي فز، حاسب عن حاله وحاسبت عن حالي. طيب انت عازمني من سوريا مشان ادفع؟ لا يعرفون هذه المعاني. اما النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله من الرحمه، كل الاخلاق نابعه من الرحمه. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. كرم الضيف يرجع الى اي خلق؟ يرجع الى الرحمه، الرحمه، الشفقه على هذا الانسان، المحبه لهذا الانسان هي التي جعلتني اكرمه.